السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في درس جديد من كورس ماسترينج دارت. في هذا الدرس إن شاء الله حنتعرف على طريقة تنزيل الدارت على نظام التشغيل الويندوز. حتى نقوم يا شباب بتحميل الدارت على جهاز الويندوز عنا، كل اللي مطلوب منا أن نروح على جوجل، تمام، ونكتب هون بالحقل هاد دارت SDK أركايف، تمام، بهذا الشكل. أول ما نكتب دارت SDK أركايف حيظهر لنا موقع الدارت كأول موقع، تمام، حندخل عليه دارت SDK أركايف، حنروح للستيبل تشانل واللي هي طبعا المقصود فيها النسخ المستقرة، وهون في عنا البيتا تشانل نسخ غير مستقرة أو تجريبية. طبعا إحنا بيهمنا الستيبل تشانل، تمام، حنختار أحدث فيرجن، حنختار نظام التشغيل يلي عنا. أنا بحالتي هي مثلا ويندوز، فلح أختار ويندوز بهذا الشكل. وهون طبعا حنختار المعمارية، هل هي X64 او 32 او ارم 64. طبعا الانتل والاي ام دي، يعني اللي هي طبعا بتشمل الرايزن، كلياتهم دول اكس 64. اما اذا كان معالجك سناب دراجون او من المعالجات الجديده اللي معماريتها ارم، فممكن تختار ارم. طبعا 99.9% منكم حيكون اكس 64، لذلك طبعا حنقوم بتحميل الدارت. نضغط على الدارت اس دي كي بهذا الشكل ومباشره حيقوم بتحميله. وبعد ما ننتهي من عمليه التحميل، طبعا بنروح للمكان اللي حملنا فيه الملف او المجلد، تمام، فبنلاحظ انه ظهر عندي بهذا الشكل. طبعا كل اللي علينا انه ناخذ الدارت اس دي كي بهذا الشكل، كنترول سي، طبعا نروح على تحديدا السي بهذا الشكل ونلصقه بهذا المكان، تمام، يعني حنلصقه داخل السي. وبعد ما حملنا الدارت ونقلناها على السي، ايضا يا شباب حنقوم بتحميل الفي اس كود بهذا الشكل. هو طبعا برنامج اللي حنشتغل عليه، تمام، فنحن حنختار الفيجوال ستوديو كود بهذا الشكل وحنعمل له داونلود بهذا الشكل. طبعا حيبدأ بعملية التحميل مثل ما ملاحظين. وبعد يا شباب ما انتهت عملية التحميل، حنروح طبعا للمكان اللي تحمل فيه برنامج الفي اس كود بهذا الشكل، حنعمل له تنزيل، نضغط عليه مرتين بهذا الشكل، حنوافق، اوكي، نيكست. طبعا هون عم بيظهر لنا المكان اللي حيتم تنزيل البرنامج عليه، اوكي، حنعمل نيكست، تمام، وهون ايضا حنعمل نيكست بهذا الشكل. وهون طبعا حنعمل كرييت ديسكتوب ايكون عشان يظهرنا على سطح المكتب بشكل مباشر، حنضغط نيكست ونستول بهذا الشكل، حيبدأ بعملية التنزيل. وبعد ما تنتهي عملية التنزيل حنعمل فينش بهذا الشكل، فنلاحظ أن البرنامج حيفتح عندي بشكل مباشر، أوكي، بهذا الشكل. طبعا مباشرة نحن يا شباب حنروح للإكستنشن، تمام، وحنكتب هون بالحقل هاد دارت. أول ما نكتب دارت حيظهر لي أول إشي طبعا هون إكستنشن عشان يصير البرنامج بيدعم التعامل مع لغات الدارت، فبنعمل انستول بهذا الشكل، تمام. اول ما تنتهي هي الاكستنشن حيكون البرنامج عندنا الخاص بالفي اس كود داعم للغه الدارت، تمام. تنزيله جدا بسيط، بنضغط انستول هون وننتظر لبينما يتم تنزيله. وبعد ما نزلت عندي يا شباب بيظهر عندي هون ان انستول اذا عايز انا احذفها. طبعا انا مش عايز احذفها، ولكن هاد بيأكد لي على انه الباكيج نزلت من دون اي مشاكل بالنسبة للفي اس كود. هلا الفي اس كود اصبح داعم للغات الدارت. واخر خطوة باقيت لنا يا شباب واللي هي اضافة الدارت لمتغيرات البيئة او الانفايرمنت فاريبل. كيف بنعمل هذا الشيء؟ بكل بساطة يا شباب حنروح للمكان اللي نزلنا فيه نحن الدارت بهذا الشكل، طبعا احنا نزلناها بالسي، تمام، بهذا المكان. فبنلاحظ انه هي عندي دارت اس دي كي، بندخل على الدارت اس دي كي، بعدين بندخل على المجلد بين، تمام، بهذا الشكل. حننسخ يا شباب هذا المسار الموجود هون بالاعلى، كنترول سي، تمام، بعدين حنروح لمتغيرات البيئه، كل اللي علينا نكتبه انفايرمنت، تمام. اول ما نكتب انفايرمنت حيظهر لي هون بالمقترحات edit environment variable، تمام، حنضغط عليها بهذا الشكل، بعدين حنروح للباس، اوكي، بهذا الشكل، بعدين حنضغط على الايديت، تمام. وبعدها يا شباب
حنعمل نيو إضافة لطبعا المسار هذا اللي عملنا له كوبي، حنعمل له هون بيست بهذا الشكل. بعدين حنضغط على أوكي. أوكي بهذا الشكل. موضوع جدا بسيط. طبعا بعد ما ضفنا الدارت للانفايرمنت فاريبل، او ضفنا مجلد البن اللي داخل الدارت للانفايرمنت فاريبل، كيف بدنا نتاكد ان شغلنا صحيح بشكل كامل؟ بكل بساطه يا شباب، كل اللي علينا نعمله انه نروح على الكوماند لاين بهذا الشكل. طبعا نكتب كوماند بالسيرش، حيظهر عندي الكوماند لاين بهذا الشكل، وهون طبعا حنكتب دارت، نعمل بعدها سبيس وبعدين ماينس ماينس فيرجن بهذا الشكل. تاكدوا انكم كاتبين الكلمه بالشكل الصحيح. في حال الخطا باي طبعا حرف طبعا ما راح يظهر عندكم شيء. هلا اول ما نعمل انتر يفترض يظهر عندكم دارت اس دي كي فيرجن ورقم الفيرجن. في حال ظهر عندكم بهذا الشكل فاموركم تمام وما في عندكم اي مشكله. في حال ما ظهر عندكم الدارت اس دي كي فيرجن وقالكم انا ما بعرف شو يعني دارت، فمعناتها في عندكم خطا بالاضافه لمتغيرات البيئه. تاكدوا انكم ضايفين المسار الخاص بالدارت لمتغيرات البيئه بالشكل السليم. بهذا الشكل نحن بنكون تاكدنا من عملية تنزيل الدارت ونقلها للسي وإضافتها لمتغيرات البيئة بشكل سليم. كل شيء تم بشكل سليم. وآخر خطوة يا شباب عنا، واللي هي طبعا إنشاء مشروع الدارت. كيف نحن هنقوم بإنشاء مشروع الدارت؟ أولا لازم نحن نحدد المسار يلي هنقوم بإنشاء المشروع فيه. أنا على سبيل المثال مثلا حابب سطح المكتب. كيف انا مثلا بحدد المسار بتاع سطح المكتب؟ بكل بساطه خلينا ندخل يا شباب على جهاز الكمبيوتر بهذا الشكل، تمام، ونروح على الديسكتوب الموجود هون بهذا الشكل. بعدين هون تمام بهذا المكان بتاع السيرش حنمسح ونكتب سي ام دي، فرح يفتح لي السي ام دي مباشره، وهو طبعا محدد لي المسار الخاص بالديسكتوب بهذا الشكل. حتى انشئ مشروع الدارت كل اللي علي اعمله اكتب دارت تمام بهذا الشكل. تاكد انه عم تكتبوا كل شيء بالشكل السليم. بعدين سبيس، بعدين طبعا نكتب كرييت، بعدين سبيس، بعدين حنختار اسم المشروع اللي نحن حننشئه. انا مثلا حاختار اسم المشروع بروجكت على سبيل المثال، تمام بهذا الشكل، واعمل اوكي فمباشره، او اعمل انتر عفوا، ومباشره حيقوم بانشاء المشروع بهذا الشكل. طبعا هون عم بيعمل رانينج بوب جيت، طبعا يعني اي لازال عم بيعمل رانينج للمشروع، تمام. ننتظر لبينما العملية تتم بشكل نهائي. وبعد ما انتهت عملية إنشاء المشروع يا شباب، حنتوجه مباشرة لمجلد البروجكت بهذا الشكل، تمام؟ فرح نلاحظ إنه أنشأ لي مشروع الدارت من دون أي مشاكل. هلأ الخطوة الأخيرة، إحنا إذا عايزين نفتح المشروع من خلال الـ VS Code شو بنعمل؟ بكل بساطة يا شباب، أبسط طريقة ممكنة هي إنه نفتح طبعاً الـ VS Code بهذا الشكل، طبعاً حنصغره شوي. اوكي بعدين حنمسك البروجكت ونضيفه بهذا الشكل طريقه الدراج دروب على الفي اس كود، فالفي اس كود اوتوماتيك تمام حيتعرف على هذا المجلد بهذا الشكل، وفتح لي طبعا المشروع كامل بهذا الشكل. حتى يا شباب نتاكد ان شغلنا تمام، كل اللي علينا نعمله انه نروح على مجلد البين، بعدين نروح على ملف البروجكت دوت دارت. طبعا اسم الملف هون على اسم مشروعك، يعني بجوز ما تلاقي اسمه بروجكت دوت دارت. نحن اللي بهم انكم تفهموا انكم تروحوا على مجلد البن وتفتحوا الملف اللي داخل مجلد البن. عادة حيكون فيه الفويد مين بهذا الشكل. بعدها حنعمل ران. كيف حنعمل ران؟ هون في عندي ايقونة بهذا الشكل، نضغط عليها فمباشرة البرنامج بيعمل ران. او في طريقة ثانية انه بنروح لهون تمام لهذا المكان وبنعمل ران اند ديباج، فبيطبع لي بكل بساطة على الديباج كونسول بيطبع لي الخرج الخاص بهذا البرنامج. نحن ممكن نطبع اسمنا بانه نكتب اسمنا هون داخل دبل كوتيشن، تمام، نكتب مثلا حاكتب هون على سبيل المثال وائل ابو حمزه بهذا الشكل واعمل ران، فبنلاحظ انه حيطبع لي وائل ابو حمزه على الديباج كونسول. بهذا الشكل يا شباب بنكون نزلنا الدارت وانشانا المشروع الخاص فينا اللي حنبدا ان شاء الله من خلاله بتعلم لغات الدارت. بتمنى يا رب الفكره تكون واضحه ووصلت للجميع. طبعا يا شباب قبل ما اقفل انا هذا الفيديو، حابب نوه لكم على طريقه اخرى لانشاء المشروع. يعني بدل ما نحن مثلا نروح على الكوماند لاين بهذا الشكل ونعمل دارت
كرييت ونكتب اسم المشروع. لا، في طريقة ثانية. طبعا الطريقة الأولى هي الصح، يعني أنا دائما بفضل إنكم تبنوا المشروع من خلال الكوماند لاين، هي الطريقة الصح واللي من خلالها بيتم إضافة كل ملفات المشروع بالشكل السليم. ولكن لو أنتم حابين تعرفوا طريقة ثانية، فممكن بكل بساطة ننشئ فولدر بالمكان اللي عايزين نحن ننشئ فيه المشروع. تمام، أنا حسميه مثلا الفولدر وائل، فأنتم ممكن طبعا تختاروا الاسم اللي أنتم عايزينه. داخل هذا الفولدر بكل بساطة يا شباب نحن هنقوم بإنشاء ملف، تمام، وليكن ملف نصي هنسميه main، تمام، وحنغير اللاحقة من دوت تكست ل دوت دارت بهذا الشكل، تمام، وبعدين حنفتحه من خلال ال VS Code بهذا الشكل. طبعا حيكون ملف فارغ ما في أي شيء، فرح نكتب فيه طبعا void main، تمام، نفتح الراوند practice، بعدين الكير البروسيس، بعدين داخل البرنت نكتب مثلا وائل أبو حمزة، طبعا داخل single quotes داخل البرنت ونعمل run، فبنلاحظ انه حيشتغل عندي المشروع من دون اي مشاكل. طبعا هي الطريقه انا ما بفضلها، بفضل انكم تستعملوا الطريقه الاولى، ولكن حبيت نوه لكم على هي الطريقه عشان اذا حابين تنشئوا المشروع بشكل سريع جدا. تمام، بتمنى يا رب الافكار اللي شرحتها بهذا الفيديو تكون واضحه وسهله. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو، الاشتراك بالقناه، تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.